يعني خلاص يا جماعة الأسعار مش هتنزل خلاص خلال 48 ساعة؟ ده مش كلامي، الأسعار هتنزل في مصر خلال 48 ساعة؟ دي بشرة، يعني بشرة سارة من الغرف التجارية، الأسعار هتنزل خلال 48 ساعة. طب كويس جدا، حلو قوي. طب امال زعلان ليه يا حاج محمد؟ لا والله ما زعلان. طب زعلان ليه بجد؟ والله مش زعلان من المصحف، والله ما زعلان عادي. يعني الأسعار هتنزل خلال 48 ساعة؟ عشان كده أنت زعلان يا عميل المخابرات البريطانية، يا خاين مالكش أمان، وريتني العذاب ألوان. الأسعار هتنزل خلال 48 ساعة؟ مش بس كده، ده المتحدث باسم الحكومة أكد إن ارتفاع أسعار البنزين مش هيؤدي، لن يؤدي. الأسعار ستنخفض الفترة المقبلة رغم رفع أسعار البنزين والسولار. طب حلو، عشان كده أنت زعلان يا بتوع مكملين يا خونة. يا مكملين يا خونة، زعلانين عشان الأسعار هتنزل؟ باين عليا صح؟ لا، أنا زعلان على الكذب. أنا زعلان مش على الكذب، أصل هو أي مسؤول في أي دولة في العالم، خاصة في دول الشرق الأوسط، بيقبض مرتبه ليه؟ مش عشان زيك بيعرق ويروح ويجي ويركب مواصلات، لا، عشان بيكذب. وقالها أحد الرؤساء الأمريكان، قال هذا الكذب ده أنا باخد عليه مرتبي. فهم بياخدوا مرتبات عشان كده. انا زعلان بقى، يعني دول يكذبوا عادي، انا زعلان لان لسه في بهايم بتضحك وتفشخ بقها من هنا لهنا ويسقفوا، وتيجي تقول له يا ابني ده كذب، يخرب بيت البهايم. ولما تشوفه بقى بيولع نار تقول خلاص، ما انا قلت له. ما هو المثل بيقول انصح صاحبك من الصبح للظهر، لو ما تنصحش ضله بقيه اليوم. خلاص بقى ضله بقى، ما انا اعمل لك ايه؟ هكبر في ودانك ده كذب، ده كده آخر كلام ده، ولا لسه في كلام تاني؟ الأسعار هتنزل؟ لا مش آخر كلام. هو بص، هو في هي هتزيد شوية. الله، أنت اللي بتقول، لا مش أنا اللي بقول. هات اللي بعده، اللي بعده. الأسعار لن ترتفع بدرجة كبيرة بعد تحريك البنزين وصورة أبو عين دبالي. اطمنوا الحكومة أسعار لن تتأثر بارتفاع. طب ما ترسلكوا على بر بقى، الحكومة في فيتو في الدستور الأسعار لن تتأثر بارتفاع أسعار الوقود، في فيتو أسعار السلع لن ترتفع بدرجة كبيرة. يعني إيه؟ يعني هي شكة. واضح يا جماعة أن الحكومة عندها انفصام في الشخصية، أو بتستعبط الناس، أو بتسكر عليهم. أو اسمع اسمع اسمع، إذا رأيت صاحبك أصبح وظيفة مهمة، وزير، مسؤول كبير، أعرف أنه يتقاضى مرتبه على الكذب، لأن الأسعار لا هتنزل ولا هتزيد شوية صغيرين، الأسعار هتزيد بجنون. خد عندك سعر البنزين اللي رفع التضخم أهو، الوقود يشعل نيران التضخم. جبناش إحنا حاجة من عندنا؟ وكمان مش بس تضخم، ده بسبب التعويم الشركات الحكومية رفعت تسليم أسعار السكر 33%. الشركات الحكومية في مصر ترفع أسعار تسليم السكر 33%. صبحة رمضان 33 حباية، 33 منهم 30 نور وهداية. دي أغنية الثلاثة ثلاثي النغم، مش كده؟ مش تقوم اغنيه وتقول سبحة رمضان 33 حبايه، الله الله الله، 33 منهم 30 ايام رمضان نور وهدايه، وتلاته العيد، ونقول ونزيد. اغنيه حلوه قوي. في نفس الوقت سعر الدولار بدا يترفع تاني بسبب تصرفات الحكومه الهوجاء، زي ما كشف عنه الصحفي الاقتصادي محمد ابو عاصي تقريبا. اطلع بيه، اطلع ما تكسفش. عمليات حرق كبيره للدولار في سوق الايه؟ الانتر بانك. البنك المركزي المصري ضخ حوالي 10 مليار ونص في اقل من شهر، منهم 1 مليار ونص في اقل من 48 ساعه. كل ده لدعم دخول السلع وفك مستندات التحصيل واعتمادات الاستيراد واحتياجات الاستيراد، وعشان البضائع والسلع تدخل فالاسعار تستقر.
من الناحية التانية اللي بيحصل ده من إتاحة الدولار مش كافي والأسواق مش معترفة بكده وبترتفع أسعار سلع أساسية، الموضوع محتاج رقابة حكومية على التجار ووضع ضوابط تسعيرة على الأقل. الأهم لازم البنك المركزي ما يفتحش إيده قوي في عمليات بيع الدولار في سوق الإنتر بنك عشان المخزون ما يخلص. ما هو المخزون لو خلص الإقبال هيبقى تاريخي على السوق السوداء. بين قوسين مفيش مصدر متجدد لمخزونك من الدولار يكفي احتياجاتك صناعة أو زراعة أو تجارة. بلاش ندي فرصة للسوق السوداء مرة تانية للظهور. عرفت بقى الدولار رفع ليه النهاردة في البنك؟ بين قوسين المعروض قل سيكة والطلب زاد نفس السيكة. الدولار بقى ب 47.50 بعد ما كان ب 46.50. خد بالك الانتر بنك هو سوق داخلية بين البنوك المصرية بيشرف عليها البنك المركزي بهدف بيع وشراء الدولار بينهم لتمويل الاحتياجات. تعال ما أقول لك بقى أسباب ارتفاع التضخم بعد تعويم الجنيه واللي قالها الباحث علاء بيومي. علاء بيومي بيقول اطلع اطلع طول اطلع طول ما تكسبش. التعويم الأخير للجنيه ورفع أسعار الطاقة بما في ذلك السولار سيؤدي لموجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار في مصر. ليه يا أستاذ علاء؟ التضخم في فبراير كان 36% بسبب أزمة شح الدولار. عودة التضخم للارتفاع مجددا في مصر سيكون شديد الأيام هذه الأيام طبعا للمواطنين هذه المرة لسبب حسابي بسيط واضح، وهو أنك بتقيس التضخم مقارنة بأسعار عام 23 والتي كانت مرتفعة بشدة بالفعل. تصور حضرتك أن تكون معدلات التضخم العام تفوق 36 وأنت تقارن بمستويات عام 23 اللي كانت مرتفعة بعد تعويم الجنيه 3 مرات منذ بداية 22، مع العلم أن أسعار تضخم الغذاء والذي يمس الفقير يفوق 50 و60% ووصل أحيانا لأكثر من 70% عام 23. لذلك عودة ارتفاع التضخم 24 شيء مؤلم للغاية وبشكل غير مسبوق. ملاحظة، الحكومة المصرية ممتنعة عن نشر الإحصاءات الخاصة بمعدلات الفقر في مصر من سنة 19. في الآخر الناس مش لاقية تاكل وكل يوم تلاقي فيديوهات لطبقة مختلفة بتشتكي من الغلاء مش الفقراء بس، زي البنوتة دي اللي طلعت تشتكي من الأوضاع الاقتصادية وبتقول استغاثة بسبب تكاليف الحياة. اسمع، شايفين الورقة دي؟ شايفين الورقة الحلوة دي اللي هي المفروض 100 جنيه اللي قيمتها دلوقتي 10 جنيه. أنا بقى مش هقولك هي ما تشتريش نص كيلو لحمة بس تشتري بني آدم 10 سنتيمتر. هقولك حاجة تانية، هقولك خدها أهي، خدها وعيشني. خد ال 100 جنيه دي كل يوم لمدة شهر واعملي كفاية. ادفعني إيجاري، أكلني، هاتلي المستلزمات بتاعتي، ادفع نور ومية وهات أنبوبة وادفع مواصلات وغير كده وكده. هاتلي الدواء بتاعي. وهاتلي هدوم مرة واحدة بس في السنة، أنا مش طماع. وعايزة جهاز، عايزة التزامات البنات، يعني أصل أنا عايزة أتجوز، أصل أنا ماليش حد يعيني غير ربنا سبحانه وتعالى وال 100 جنيه. ده بقى مش حالي، ده حال كل البنات في جيلي، ويمكن أكبر مني ويمكن أصغر مني. أنا كل ده وما اتكلمتش عن راجل فاتح بيت، عن زوجة عندها أولاد، عن واحدة حتى ولا متجوزة ولا عندها أب وبترعى برضو أولاد. البنت بتقول ده حال كل البنات في جيلها. طب مين اللي هيتجوزها دي؟ طب عنها ما اتجوزت، ماشي يا معلم، ولا تزعل نفسك. طب زمايلها في الجيل بقى، طب يعني انتوا ايه العيال دي لو ما اتجوزتش تعمل ايه بقى؟ طب منهم ناس محترمات بس منهم ناس هيعملوا زي نفيسة، كان اسمها نفيسة، سناء جميل في فيلم بداية ونهاية كان اسمها نفيسة. نفيسة هيعملوا زي نفيسة، هينزلوا سوق البغاء. وبالفعل بقى في سوق كده شبه البغاء اسمه سوشيال ميديا. اه والله، تلاقي الراجل مطلع مراته يرقصوا سوا عشان يلموا فلوس، او راجل طالع عريان، او بنت طالعه ترقص. هو ده باب خلفي للدعاره او دعاره مقنعه يعني. طب ايه الحل للازمه دي؟ الحل بسيط جدا. انت تجيب يا ريس، انا هقول لك يا عبد الفتاح، انت تجيب علماء اقتصاد خبراء محترفين بيفهموا، تعملهم كده اسمهم المجموعه الاقتصاديه. وعندنا في مصر ناس محترمه جدا، انا مش عايز اقول اسماء لانسى اسماء، بس احنا عارفينهم كلهم. انت حضرتك بسيطه جدا يا جعر، انت سهله. لما واحد يكون عنده مريض مستعصي على العلاج بيعمل كونسولتو مجموعه دكاتره في تخصصات مختلفه، ويقعدوا بقى كل واحد يقول له لا احنا نشيل الطحال نركبه في الكبد، والتاني يقول له لا 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 احنا نحط اللوز في الغده الدرقيه، اي حاجه بقى، ناس فاهمه، احنا نقف نتفرج. فانت الحل طالما انت جعر وضيعتها بقالك 10 سنين، فيعني اسالوا اهل الذكر،
فهات مجموعة اقتصادية وتعمل المجموعة دي تقعد مع بعض كده تدرس ازاي نطلع البلد من الورطة دي، لأنه واضح ان بيع راس الحكمة او اي راس تانية او حتى مش راس مش هتجيب لنا حاجة. احنا لو بعنا اللي مش راس برضو مش هتجيب لنا حاجة، والمصحف بتجيب في سوق الدنيا حاجة دلوقتي. طب هي ليها سعر؟ ملهاش. يبقى الحل نعمل مجلس مختص، نعمل مجموعة اقتصادية. السيسي على ما يبدو قاعد يفكر ويقدح زناد فكره، فطلع بقرار غريب جدا. بدل ما يعمل مجموعة اقتصادية تحط خطة لنشل البلد من الورطة اللي هي داخلة فيها دي، راح عمل حاجة عجيبة جدا، قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب. والنبي أنا هقول زغرتي، أنت بقى قولها زي ما أنت عايز، أنت حر. زغرتي ينشرح على اللي جاي واللي راح. مجلس أعلى للضرائب، أنت بدل ما تعمل مجموعة اقتصادية تدير البلد وهي عايزة، والضرائب عايزة مجلس أعلى للضرائب؟ ما وزارة المالية ما شاء الله فيها موظفين قد كده، ليه مجلس أعلى للضرائب؟ أنا أول ما خدت الخبر ده في جنابي الصبح قعدت أقول هو الراجل ده مصر يبقى حمار؟ يا ابني جات لك فرصة تبقى بني آدم، بتلبس وعايش في قصور، عيش بقى، ما تبقاش حمار. مجلس أعلى للضرائب يعمل إيه؟ ما أنت مش عارف ليه هو ما عملش مجلس اقتصاديين وعمل مجلس، ما عملش مجموعة اقتصادية وعمل مجلس ضرائب؟ عشان عايز يجمع 2 تريليون جنيه ضرائب منك. وزير المالية، نستهدف 2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بالموازنة الجديدة. أمال إيه؟ الله، واحد هيقول لي أمال فين الفلوس اللي خدها السيسي من رأس الحكمة وصندوق النقد بالمليارات والبنك الدولي وأوروبا؟ الفلوس دي بيعمل فيها إيه؟ هقول له لا اسكت، إلزم مكانك. لولا الديمقراطية لضربتك بالرصاص، دي كلمة أنور السادات. هو واخد الفلوس دي حضرتك عشان في حبة رفايع كده عنده في الجهاز، عايز يعمل أكبر حافلة في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية، محطة حافلات تراكس يعني، أهو صورة لأكبر محطة حافلات في الشرق الأوسط. إحنا جرينا ورا أفعل التفضيل، إحنا جرينا ورا أفعل التفضيل، وللأسف بقينا زي واو الجماعة كده، واو المهملة في اللغة العربية، في واو سوري اسمها الواو المهملة، تكتب ألفا زي قالوا آخرها وألف، اسمها الهمزة المهملة. احنا جرينا ورا أفعل التفضيل فبقينا همزة مهملة كده، همزة تتكتب في الآخر كده، قالوا، فتلاقي الألف موجود أنت بتقولهاش، بيسموها في اللغة العربية الهمزة المهملة. والمصحف إيه يا عم؟ أكبر هنعمل إيه بأكبر حافلة تحط حاجات؟ هنعمل ايه بجد؟ والله هنعمل بيها ايه طيب؟ عملنا ايه بالاستاد الاكبر استاد رياضي والنادي الاسماعيلي بيضيع؟ عملنا ايه باكبر واحنا اصلا الناس هتجمع منها ضرائب 2 تريليون جنيه؟ ملخص الحكايه يا ساده، قالها وزير التموين السابق قبل اعتقاله لما قال التصريح ده، وده هو التصريح اللي كان سبب اعتقال باسم عوده. لما قال الكلام ده، انا اول ما دخلت مجلس الوزراء قعد السيد الفريق عبد الفتاح السيسي قال الشعب ده اتدلع ولازم يتفطم. قلت له لا شعب ما جاتش القلب الحنين. اسمع الحقيقه، انا في مجلس وزراء من اول المرات اللي حضرت فيها سمعت راي من الفريق اول عبد الفتاح السيسي، كان بيقول ان الشعب المصري ده اتدلع كتير، انه لازم يتفطم. ساعتها انا كنت وزير بقى لحوالي 3 اسابيع، قلت له معلش يا معالي الوزير خلينا نختلف مع حضرتك، الشعب المصري ما لقاش قلب حنين، الشعب المصري وبالذات الفقير فيه ما لقاش حد حاسس بيه. دلوقتي ده اللي احنا ابتدينا نشوفه. انا كنت فاكر ان سياده الفقير هيغير رايه، طلع انه وقف زيادات المعاشات ال 3.3 مليار اللي كانت رايحه لاصحاب المعاشات، طلع انه وقف السلع الاضافيه اللي احنا كنا هننزلها مع بطاقه التموين للمستحقين لدعم بلدنا. طلع ان دلوقتي بقت مخابز ارتكبت مخالفات جسيمه بالتعدي على حملات مفتشين التموين او بالتلبس بسرقه الدقيق وبيقعوا بالسوق السوداء اتفتحوا. قل للحمير وان طالت معالفها، عارف الحمير؟ لما المعالف بتاعتها تطول. قل للحمير وان طالت معالفها لن تسبق الخيل في رقد الميادين. هيفضلوا حمير برضه.
لطش من باسم عودة ده اكتشاف امبارح بالليل، اكتشفته ان حتى الكلمه دي شو اسمع الكلمه دي، مفيش شك ان في ناس بتستغل ده استغلال مش جيد، وهو ده اللي بيخليني اقول اكلمكم النهارده واقول لكم يا مصريين، انا قلت مره ان هذا الشعب لم يجد من يرفق به. يا ولد يا ولد، انا قلت مره انك حرامي، يا حرامي يا جعير.